لي حباب، السلام عليكم. كي دايرين؟ صحيحه ان شاء الله تكونوا بخير، تكونوا لاباس، اموركم مزيانه يا ربي الكريم. فيديو جديد، اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى. المهم اليوم انا تشجعت على اساس ان خاصني نقاتي شويه الدار، سورتو لا شومبر تاع ريان، نبدل ليه لي زور وداك الشيء. اليوم ما كايناش سميتو كاين معايا. المهم نحمد الله ونشكره، كرشي كيما تشوفوا راه باقا منفوخه، خاصه شويه المده شويه الوقت باش تفش ليا. المهم انت نبغي نجمع ولا ندير بحال هكذا شويه الشغل، تلبس بدريه لان البانطوفه ما ترتاحش فيها. كما قلت لكم رجليه تضروني، ما تلبس بدريه تتبقى رجليه مجموعه وتنحس براسي مرتاحه. المهم الحمد لله ما تنشقاش شي شقاق، تندير بشويه بشويه، والاغلبيه تاع الوقت مع الصباح تنبقى جالسه ترتاح. المهم من تنبغي ندير شي حاجه الاغلبيه دابا وليت نديرها من بعد سميتو. المهم ماشي مع الصباح بكري، تا تنفيق على خاطري وبشويه بشويه. المهم قديت نوصل الحويجات نديرهم، ولا ما قديتش نوصلهم راه تنديرهم الغد. المهم ما تنكلفش على راسي لانني باقا كما قلت لكم باقا تضروني رجليا بزاف، وتنتمشى ولكن تنتمشى وبصعوبه. المهم نحمد الله ونشكره، نحمد الله ونشكره. عيطت على ريان قلت لي اجا حبيبي عاوني. المهم فيما عيطت عليه صراحه لله، الله يخطينا وليداته، تعاوني سميتو تيقاد معايا. المهم انا قديت الناموسيه تاعو انا وياه، ومن بعد قلت ليه يدوز لاسبيراتور، دوز لاسبيراتور في البيت تاعو، قادو صايبو. المهم انا عاونته ولكن حتى هو دار الى بارتيسيبي، يعني ضروري خاصني نولفو على اساس انه يعاون، نولفو على اساس انه يدير حويجات باش تبقى واحد يكون عنده داك سميتو يعول على راسو كما تنقولو. الحمد لله الحمد لله. المهم قديت هذاك الشيء اللي بغيت نقادو، كما تنقول لكم ما تنكلفش على راسي، بشويه 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 حبيبات الحباب. المهم البيت تاع ريان تنقادو مره في هذيك 15 يوم، مره في 15 يوم. المهم لي زور تنبدلهم مره في 15 يوم. اما لاسبيراتور مؤخرا من ولدت نقد ندوزها مره في السيمانه، نقد هو يدوزها. المهم تندير هذاك الشيء كما قلت لكم بشويه بشويه. هاد لي زور البنات اللي هيبغوا يسولوني ولا شي حاجه، راني شريتهم غير من لوكليغ البنات، ما ماشي زعما كان ماشي من الانترنت ولا شي حاجه، شريتهم من لوكليغ هادي وقيله العام اللي فات، وماشي زعما كان غاليين، يعني ثمن مناسب كما تنقولوا. المهم كما قلت لكم انا دائما تندير لو دغا بلا، دائما تندير لو دغا بلا بالنسبه ليا بالنسبه لولدي، باش ما نبقاش نصبن لاهوس دو كويت، هذيك لاهوس دو كويت ما تنبغيش نصبنها انا دائما. المهم الحمد لله قديت هذاك الشيء اللي قديته، وهذا الشيء اللي عطاه ربي، وهذا الشيء اللي كاين قديت على اساس انني غنمشي نطيب، غنمشي ندير شحال من حاجه. المهم الحاجه اللي بغيت نوريها لكم، هذا البينوار جاني كادو نوري لكم تاع وليدي ليام الزينه. المهم البنات اللي تيسولوا تقول لي وسميت ولدك ليام الزينه، سميت ولدي ليام وانا تنزيدو تنعيط عليه ليام الزينه. المهم نوريكم هذا البينوار زويون فوالا. المهم هذا في عامين باقي كبير على ولدي، باقي كبير على ولدي. المهم غير بغيت نوريه لكم حيت معلقاه في لابوندوري تاع ريان. المهم نحمد الله ونشكره، دابا غنمشي نعطي ريان ياخذ الكوتي تاعو، ومن بعد غنطيب ليا ريان حبيبي. ها هو عطيتو الكوتي حيت كنت دايره لي كريب. المهم راه عاجبو الحال كلا، حطيت ليا انا دو كريب، حطيت ليا واحد شويه تاع الكلاص لانني مده انا مده ما كليتش لا غلاس وما كليتش لي كريب. هو باغي يصور لا كريب تاعو بالكريم شونتيي، راه صورها هي هذيك وتوكلت على الله نط.
على اساس انني بغيت ندير شويه عرفيسه بسميتو بالدجاج البلدي، كانت مرقده العدس والحلبه هي هذيك، وسميتو وكما قلت لكم من تندير انا بحال كذا شي حاجه تنحاول نخلي ليا للغد، يعني ما تنطيبش يوميا، تنحاول انني تندير شويه الكتره ليا. ريان ما تيبغيش ليا الرفيسه، هذا الشيء راه غير ليا انا البنات، ريان ما تيبغيش ليا الرفيسه نهائيا. المهم هذا الشيء انا تنطيبو، تنطيب ليا كما شاركت معكم قبل تشيشة تندير فيها حبرشات، تندير شحال من حاجه. المهم ها هو سميتو كاينه هنايا التشيشه بحب رشاد. المهم الحمد لله تنطيب وشويه بشويه عليا. هاد الوقيته البنات من بعد الولاده تناكل بزاف تاع العدس مع اللحم ولا مع الدجاج على قبل فقر تاع الحديد، لان انا عندي فقر الحديد مهم. طبق بيق عزيز عيان سمع سبحان الله، طبق بيق هنا c'est très bien. Ryan il fait les devoirs, il dit les devoirs tu vois. Il a mis le gaz dans la dar. Il a appelé la maîtresse. La maîtresse est malade. Voilà, moi. Tu es leader tu. Fais le bien et le baraka. Moi, je suis le bildi. Ryan tu connais un peu les sahib, mais tu es derrière. Moi, je mange tout ça, le baraka. On va voir. واش طايب ولا ما طايبش، ما طايبش ماشي مسكر، رد لو فخد يرجع يطيب وناكل غير هاد الشيء تاع ورا فيه الخير والبركه. فوالا الحمد لله. اوبلا ها هو طويسيل وراين، ها هو سالي دير لي دوفواغ. نجيب هذاك الجبيبين هي كما قلت لكم انا الملحه راني محيداها، الخاتمة تجيش بزاف البنه بلا ملحه ولا كما ديما ندير لحباب. المهم دائما تنعطي رايان ياكل قبل مني او تنعطيه من بعد ما تناكل انا، لان الاغلبيه الاوقات ما تيبغيش ياكل ليا رفيسه بالدجاج ولا رفيسه بالحمام، المهم شي حوايج ما تيبغوش ياكلهم ليا، تنقول ليه ماشي مشكل. المهم تناكل كل نهار دابا شويه تاع سلو مع دانون السوس ولا مع ليتيزان وهذاك الشيء. المهم تنحاول انني ناخذ شحال من حاجه، تناكل تشيشه بحبر شاد كما شفتوا. المهم تنحاول انني نغير وتبقى هذيك المساله تاع التقاليد المغربيه من بعد النفاس ضروريه، وكما قلت لكم الواحد هو اللي يوجد، واحد هو اللي يستوكي. الحمد لله انا استوكيت في الثلاجه والبنات كانوا جابوا لي، صابوا لي هما الخبز تاع رفيسه المسمن تاع رفيسه، وصابوا لي شحال من حاجه الله يكبر بهم يعني، وكانت مستوكيه دجاج واللحم والخضره وكل شيء في الكونجيلاتور، يعني غير تنجبد وتنطيب وتنتوكل على الله. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين والحمد لله، هادشي اللي كاين في خير وبركه، خير وبركه، الله يفرحكم الله يسهل لكم الامور، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.